نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل المحلل الرياضي هشام رشاد. زي ما قلت لكم هشام رشاد احد المعجونين يعني بدم نادي الزمالك وبتراب نادي الزمالك واولاد نادي الزمالك. يمكن هشام من فرقتي في قطاعات ناشئين، ويمكن اشتغلنا مع بعض فترات طويله في قطاع ناشئين، فواحد من يعني محبين بشكل كبير وتربوا في قطاع ناشئين نادي الزمالك. خلينا نرحب معاكم بمحللنا الرياضي هشام رشاد. ازيك يا هشام؟ عامل ايه؟ مارادونا كويس والله. الناس كتير ما تعرفش انا حضرك بقى ايام ايه الشغل العالي. طبعا انت اتظلم، انت طبعا نجم كبير وعملت شغل كبير، لكن اللي ما شافش ابو العيله والكوره في رجله في مراحل الناشئين قصه. يعني انا واحد من الناس 79 وكان ابو العيله 80، كنا دايما ماتشات الاهلي والزمالك ابو العيله فين ده في المنتخب يجيبه لنا ده ينقذنا. حبيبي يا هشام، فانا مبسوط ان انا معاك بعد طول غياب، مبسوط بجد، ومبسوط ان انا معاك، ومبسوط ان احنا في بيتنا قناه نادي الزمالك. تمام. يمكن هشام على فكره كان حارس مرمى مميز جدا في قطاع الناشئين، بس اتش انا ما اعرفش يمكن فجاه لقيتك ما بقتش موجود. وصلت اتدربت في الفريق الاول وحضرت فيرنر وحضرت مستر رود كرول وقعدت كمان كابتن بورجيلا وكمان اوتوفيستر كان موجود فتره انضمام حسام ابراهيم. يعني اتدربت دايما، كنت دايما اللي هو الايه الحارس الصغير الرابع زي ما بنشوف حراس الناشئين اللي بيطلعوا في الفريق الاول، وفجاه يعني ما لقيتش هشام موجود في الساحه. هي جت في الاخر. انا كنت اليوبلس طبعا، ورحت 15 سنه نادي الزمالك الحمد لله. يعني الفتره دي كل البطولات خدناها، هي بطوله واحده خسرناها كانت بطوله الجمهوريه مع الاسماعيلي لو تفتكر، سيد معوض ومامادو كيتا وحمص كانوا كلهم بيلعبوا. فالحمد لله يعني حضرت القصه وابتديت اتصعد وانا 16 سنه. كابتن عماد المندوه اول مدرب بحييه وبمسي عليه، حاجه من الناس المحترمه، كل الناس محترمه، لكن هو ده اول واحد صعدني. وكان ساعتها فيرنر الالماني كان لسه الزمالك واخد بطوله افريقيا 96، وبعد كده جه كرول. انت فاهم ده كان بيعشق الناشئين. انا حضرت، انا طلعت مع كرول 97 وانا جون رابع يجيبني مرن 7 الصبح وتلف، انا مالي انا شوت عليا وخلاص. لكن هو فعلا فرق معايا بشكل كبير جدا، لياقه وشغل والكلام ده كله. كان حتى اول مره الناس تفهم يعني ايه ناس عندها ماتش بالليل بيتمرنوا الصبح. كناش جديد علينا مصر دي كانت جديده. وبقى الناس عارف اللي بتقول من تحت ازاي ده احنا هنخسر بالليل، هنتمرن الصبح واجهاد وبتاع. فهو كان سابق عصره بدليل. عارف ابو العيله فكره عمل منتخب اولمبي عامل ازاي، وبعدين كابتن جوهري جه استلم الشغل ده من بعد كاس الامم بتاعت 96 اللي كانت في جنوب افريقيا. انت بتتكلم في حضري وبتتكلم في عماره وبتتكلم حازم امام وعبد الستار وسامي نبيه وصبري كل الجيل ده طبعا. وده الاستراتيجيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي فين؟ في مدرب اسبانيا. اسبانيا الراجل اللي ماسك اسبانيا ده مسك منتخب 17، بعد 17 مسك 19، وبعد كده مسك منتخب اولمبي، وبعد كده مسك المنتخب الاول. فانت بتتكلم في واحد معاه 4 أو 5 اجيال تحت ايديه، عارف امتى انا هطلع ده وامتى. عشان كده كل الناس مبهوره بالكرة اللي بتلعبها اسبانيا. هو ده التخطيط. انا شايف ان من المراحل الناجحه مرحله كابتن حسن شحاته لما كان ماسك المنتخب الشباب، ولما طلع مسك المنتخب ده كل بقى الجيل بتاع متعب واحمد فتحي وحسني عبد ربه. انا شايف ان المرحله دي والمرحله بتاع كرول وكابتن جوهري دول انجح رؤيتين وتخطيط للمستقبل حصلوا في تاريخ الكره المصريه من وجهه نظري. يمكن انت وصلت بقى وكنت كان عايز يعني كان في احتمال تجربه للاحتراف، وللاسف جالك صليبي. ويمكن والدك توفى كمان يعني ليه. لما راح سندك يوم ما جه في بلجيكا. يعني الحقيقه يمكن نصيب، بس انا عارف كره القدم دي فيها رزق كبير جدا وتوفيق ونصيب. لو مالكش يعني النصيب خلاص مهما حصل. فيمكن فجأة هشام يمكن انت زهقت بقى وحسيت ان الامور مقفله. خلي بالك انا لو اعرف ان الكوره بالحلاوه بتاعت اليومين دول اللي انت دلوقتي ايه، لو رجلك الاثنين شمال بتاخد لك 10 مليون. لكن زمان كنت بيني وبينك انت وصلت وفاهم ان دي كان دايما مباراه الاهلي والزمالك هي بس اللي بتتذاع. فانت لو رحت اي نادي تاني كانت هتاخد من فكرك، لان احنا كان عندنا برايفت بزنس برضه. ف وما رضيتش اسيب والدتي هنا لوحدها لما يعني والدي توفى الله يرحمه. فخلاص جيت ولفيت للكوره لفه تانية. تاخد شويه دراسات في حاجات فتحت مجله رياضيه كان اسمها هاف تايم وجورنال اسمه شوت واشتغلت. فضلت متعلق بالكوره برضو والشغف الكوره. متعلق ما اقدرش. انا كمان ما اعرفش كل الناس عارفه ان في قرابه بينك وبين ميدو رغم ان انت اكبر. انت اللي لعبت الاول في الزمالك؟ هو ميدو قبلي. في الزمالك. انا 79. بس انت اكبر منه انا عارف باربع سنين. اكبر منه بس ميدو قبلي جوه نادي الزمالك. ميدو جوه نادي الزمالك من سن 8 سنين. 8 سنين. زينا كلنا. انا وجمال انا وصلت 15. يعني وصلت 15. انت القرابه ايه؟
ابن خالي. ابن خالك انا عارف. فحتى لما كان بيتصعد فوق كابتن احمد مصطفى ربنا يديله الصحه العيله دي عارف ما انت كل كره انت عايز تديله الكره انت وانت جون انت عايز تشطله قدامه عايز تديها له كده زي نصيحته شويه لكن النجم العالمي طبعا احمد حسام ميدو الزميل العزيز الاخ الحقيقه انت مش نسيله الشنكار انت عارف موضوع الشنكار وصلت لك سرق مني الشنكار في كاس العالم 2002 وخلاني كابتن جاري يقول لي فين الشنكار بتاعك يعني هو ملوش دعوه حط الشنكار وقطعه وكانت قصه كبيره لا ده عسل طبعا يمكن حبيت بس يعني ابين او يعني اعرف هشام رشاد بالساده المشاهدين والشغف هشام بالكوره من زمان وهشام يعني الحقيقه من الناس المثقفه كمان ومتعلمه ويعني من اسره عريقه فاتش محضر لنا ايه بقى ورايك ايه في ماتش الزمالك والاسماعيلي النهارده؟ هو مباراه حزينه من وجهه نظري فنيا ما اعرفش بقى فنيا عشان هم دول اللعيبه سواء كانوا الشوط الاول من الزمالك والاسماعيلي ولا حزنا على الراحل ربنا يرحمه احمد الله يرحمه يا رب شوط لازم يعني يتمسح تماما من الدوري الموسم ده الشوط الاول من معلومات يعني ان هو اصلا كابتن ايهاب جلال اتخض كابتن ايهاب جلال نازل المباراه فاكر ان هو التشكيل بتاع الشوط الثاني هو ده اللي كان هيقابله ولكن لما عرف تشكيل نادي الزمالك كان عارف انه جوه قال لهم دي فرصتنا لان الشوط الثاني لما الكواليتي اللعيبه دي ينزل هتلاقي مباراه ثانيه خالص عشان كده كان كابتن ايهاب جلال الشوط الاول كان متعصب زياده عن اللزوم لكن كان عايز يستغل الفرصه ان هو يتقدم على نادي الزمالك ولكن الحمد لله ان الشوط طلع كده انا اول لما الشوط طلع 0-0 كنت قاعد بتفرج مع حد قلت له الزمالك هيكسب قال لي باداء الشوط قلت له قلت له لان اللي هينزل مش هيبقى بالمنظر ده لان خلي بالك في ناس كتيره مش فاهم ان الكواليتي اللي حصل الشوط الثاني من اول لما عبد الله نزل وناصر نزل ومصطفى شلبي نزل والامور دي كلها حصلت ابو العيله هو ده نادي الزمالك وطريقه فكر جوميز الكره اللي في العمق بتتكلم ومره واحده بتفاجئ على الظهير الايمن او الظهير الايسر وده الشغل اللي هو شغال عليه لكن لو جيت بصيت على الشوط الاولاني انت بتتكلم الشوط الاولاني المسافات كانت بعيده جدا كابتن ايهاب جلال كان بيلعب ثلاثة بتوع نص ملعب بيضغطوا ضغط عالي على لعيبة نادي الزمالك فانت مش عارف تخرج بدليل انت اكتر من كورة انا حاسبها ان محمد صبحي كسر الثمان او تسع كرات كل الكرات اللي عايز يغيرها اوت مفيش حد بيظهر له فكان بيعمل الكور طويلة كلها كانت بتتاخد مشكلتنا الاساسية الشوط الاولاني كانت ان مفيش حد بيضغط من قدام وتاني حاجة لعيبة نص ملعب كانت بتحلق فانت باي باص بسيط جدا كنت بتضرب بيه الخطوط مرة واحدة الخطورة كانت بتعمل لك انا حتى لما احضر لك حاجه هو مفيش كلام كتير يتقال على الشوط الاولاني غير ان جوميز جازف ولكن هو ادى رساله سواء بقصد او مش بقصد كلنا شفنا الزمالك الشوط الثاني اول لما الكواليتي نزل وكلنا شفنا الشوط الاولاني مشكله الراجل ده في الزمالك ابو العيله حاجه ان هو بيلعب 60 دقيقه لما بيلعب بالتيم الاساسي بيبقى فيه جوده وفيه متعه وفيه كل حاجه ولكن من الدقيقه 60 اول لما البدني بتاع عبد الله ينزل ناصر ينزل انت بتتكلم في فرقه تانية خالص وهي دي المشكله اللي بانت مثلا قدام فاركو لما غلط جوميز ان هو راح مطلع ناصر ومطلع عبد الله وطلع كله لقينا الزمالك بيلعب كوره مختلفه هو ده اللي شفناه الشوط الاول الشوط الاول انا شايف ان الزمالك كان محظوظ بالتشكيل ده ان يخرج 0-0 ومحظوظ ان المباراه مشت بالسيناريو ده لان كان جوميز هيتعرض لهجوم شديد جدا لو الزمالك ما كانش كسب وانت فاهم بلدنا لما بيكسب الله لما بيخسر انت ازاي تنزل بالتشكيل ده طبعا بلا شك التشكيل كان فيه مجازفه انت بتتكلم في اربع لعيبه 19 سنه بتتكلم احمد مجدي اللي بيقول عليه يبقى مدافع محترم قوي 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 بتتكلم في عاطف 19 سنه بتتكلم في متيابة 18 بتتكلم في محمد السيد وبتتكلم في عمار انت بتتكلم ضربه واحده خمس لعيبه طب ومين من الصف الاساسي انت بتتكلم في عمر جابر ومسوسي صبحي بتتكلم في انداي بينزل وما ينزلش ورؤى حتى ما كانش اساسي على طول طبعا موجود النهارده طبعا خلل كبير ممكن لاعب او اتنين يعملوا خلل فانت بتتكلم في العدد ده كله وبانت كان دايما حتى عاطف اللي برضه بقول عليها هيبقى صفقه كويسه فاق الشوط الثاني بشكل كبير في اكتر من كره كانت مع عبد الرحمن مجدي اتعمل بيها بعقل هو كان الشوط الاول مخضوض شويه
وانا دي حاجات اللي كنت بقول ممكن جوميز يظبط القصه، ولكن هو مش مقتنع ان نيمار ممكن يلعب باك رايت، هو القصه دي مش في دماغه. يعني انت بالنسبه لك كنت ممكن تلعب بعمر جابر ناحيه شمال يحمي مجدي ومتدفي بالمسلوسي، والعب بنيمار هنا. لكن فكره عاطف ومجدي هي دي اللي خلت كابتن ايهاب جلال وعبد الرحمن مجدي دايما دايسين وبينقروا وبيخبطوا على الحته دي عند نادي الزمالك. بس انا عشان اشيد برضو يعني لازم الحقيقه ما اديتوش حقه محمد عاطف، وانا نسيته والله انا اسف يعني. لان عاطف لا خلي بالك هو مش حتته اصلا، ما بيلعبش في الناحيه دي تماما، هو جاي تحت الفراوده وجاي طرف يمين، يعني اللي هو بيلعب من جوه لبره كده او من جوه من بره لجوه يدخل يعمل شوط على الجون، لكن هو راجل مهاجم. لكن النهارده وحش اللعيبه حريف، فيمكن معظم الفترات اللي كان احمد عبد الرحمن مجدي قدامه 1-1 ما كانش عارف يعدي. صح، عينه على الكوره، عينه على الكوره، وحش حريف، فبيعرف عارف اللعيب الحريف بيشتغل ازاي. وبعدين انا عندي رؤيه كلعيب اشول، انا شايف ان عاطف لا يجي منه هنا كويس وبعدين ممكن يبقى سد مكان مهم جدا لما بنحتار دايما في حته الباك ليفت. وهو عمل واحده النهارده اول ما راح ال 18 كان كروس، لو يعني لو كملت لعمار ياسر كان بقت هدف. فهو لعيب حريف حتى قدام سيراميكا وباصوا للكوره بتاعته يا هشام الشوط الثاني ما بتطلعش باص غلط. صح، ده لعيب موهوب، لعيب حريف، اللي هي نوعيه زيزو عبد العزيز كابتن محمد عبد الشافي نوعيه اللعيبه الحريفه ناحيه الشمال. مش هقارن، لكن هو عارف لما مصطفى فتحي بيلعب وينج رايت كورته كويسه، طبعا حبه الكريز قصه ثانيه، ولكن لا كورته كويسه. وخلي بالك هو لو لعب في التلت الاخير لما فتوح يرجع بسامه، لا الزمالك عنده لعيب بوتنشل ان هو يبقى لعيب امكانياته كويسه كويس جدا. لكن انا ربنا يحمي احمد مجدي، مشروع مدافع، انا ما بحبش اضخم في الكوره، ولكن هو لعيب واعد. فانا النقطه الوحيده اللي انا كنت عايز اقولها لك ان نادي الزمالك الشوط الاول كان محظوظ بالخروج ده، مفيش حاجه اقدر اقولها لك اكتر من ان جاي انا جايب لك لقطتين لو نعرضهم لفكره ان انت ما كنتش بتضغط كويس الشوط الاول. لو جاهزين يا ريت. الشوط الاول ما بتضغطش كويس، كان خط النص وخط الديفنس كان بيتضرب بسهوله جديده. انا جايب لك حاجه في الدقيقه 19 كره بروحين، يعني تخيل انت غلطه في الدقيقه 19 بتتكلم في خطأين ورا بعض عدوا على خير. لو في انياب للاسماعيلي كان القصه هتختلف، لان انت فكره ان انت تنزل تعوض باللعيبه اللي هي الشباب وان مفيش تجانس كانت القصه هتبقى صعبه، واكيد معنويات الاسماعيلي كانت هتبقى ازياء، خاصه ان احنا كلنا شفنا لما من اول تبديله مصطفى شلبي اول لما كواليتي لعيب من اللعيبه الاساسيه نزل عمل حاجه ما اتعملتش ابو ليلى اول 45 دقيقه. كان دايما ابراهيم مضاي قافل على محمد عاطف، اشول قدام اشول، الوحيد اللي بيعرف يعملها زيزو. زيزو هو الوحيد اللي دايما اللي ممكن يلعب قدام عمر جابر، لكن بيعرف دايما يدخل امتى لجوه يفضي مساحه. صح، لكن انت ابراهيم مضاي على طول فتح، وده اللي تعب متيابة. متيابة من اللعيبه اللي هي مساحات جارياها ومساحات لعبها في ضيقه. لكن مثلا ايه، لكن فكره مثلا ليه في ماتش الاهلي كان كويس، كان كل الخطوط متقاربه، اللعيبه متقاربه، فهو يستلم من ابو يايل يروح مدي مثلا لعبد الله، ياخد من عبد الله يدي لناصر. فهو دي اللي كانت مفقوده الشوط الاول، كان مهاب في الشرق ونضاي في الغرب، فكانت القصه مساحات كبيره قوي، مساحات كبيره جدا، ومش منسجمين كمان طبعا، يعني ما لعبوش كتير مع بعض طبعًا. دي بتفرق، فدي الله يكون في عونهم. بس دي خليني اقول حاجه، طب هل ما هو برضه انا لو مكان المدير الفني مستر جوزيه جوميز في الوقت الحالي، طب ما انا لازم اشوف اللعبة صورة، يعني انا هشوفها امتى؟ خلينا نتكلم بواقعيه، ياما اجيال ظلمت ان هي ما اتشافتش عشان مثلا منافسه او عشان، لكن دلوقتي ده الوقت المناسب. صح، وكمان لعيبه مصابه عندنا ولعيبه في منتخب اولمبي، يعني كل الاجواء وبره المنافسه مش قريب قوي طبعا، لا يليق بمركزنا، لكن نظرا لظروف كبيره، لكن ده الوقت المناسب ان الراجل اعتقد كلام منطقي واقعي انه يشوف اللعيبه. فطبيعي انك ممكن تلاقي الشوط الاول مثلا مش افضل شيء، طبيعي انك واحده واحده لما اللعيبه تفوق، ما هي دي الخبرات وهي دي المكاسب اللي اقدر. وخلي بالك جمهور الزمالك مستوعب ده، واحنا اللي يهمنا ايه؟ اللي يهمنا جمهور الزمالك يبقى مستوعب اللي بيحصل، مالناش دعوه بالنقد اللي بيحصل المباراه، لان النقد ده ممكن تبقى انت شايف زي ضربتين جزاء، يعني طه حسين لو عايش كان هيحسبهم ضربتين جزاء، ولكن بيبقى في نقد يقول لك مجامله، لكن انت عينك شايفه حاجه. فاجمل حاجه ان جوميز ما يسد ودنه، لان اهم حاجه عنده جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك فاهم الراجل عايز ايه والراجل وضعه ايه، والله يكون في عونه. الراجل عمره ما نزل مباراه مع نادي الزمالك عنده مثلا ازمه الباك ليفت محلول. انت راجل بتلعب بشحاته وبتلعب بعمر جابر، وبتبتدي الناس تنسى وتبتدي الناس تلوم اعلاميين كتير ومحللين كتير في قنوات
كتيره بتتكلم ومحدش بيقول ان عمر جابر اصلا مش باك ليفت ولا شحاته باك رايت، ويبتدوا يلوموا الزمالك على الوضع ده. كلنا شفنا النهارده اول لما احمد مجدي خرج الراجل ما كانش قدامه غير دونجا. فهل دي فرايتيز تنجح مدرب؟ لا، لكن كلنا شفنا اول لما الكواليتي نزل هو ده الزمالك اللي انت لو عندك بنش جوميز هينجح مع نادي الزمالك، وفر له البديل. كلنا شفنا بيبتدي التشكيل ابو العيله يجي في الدقيقه 60 يبتدي هو الراجل، خلي بالك بيجازف على نفسه فكره ان هو ساعات بيدي عبد الله اكتر من لازم، ساعات بيعمل، بس هو عارف ان دول لو خرجوا الصوره الجميله بتاعت نادي الزمالك هتتاثر. فساعات ده بيبقى فيه خطوره، خلي بالك ده اللي اتعلمه في الماتش الاهلي والزمالك بتاع نهائي الكاس. الكوره ان هو طول شويه بعبد الله في الشوط الثاني، الكوره ما اتقطعت وجه الهدف الاول بتاع نهائي الكاس، ده اتعلمه في المباراه الثانيه بتاعت الدوري. وجمهور عايز لو بتلعب ماتش ودي يكسب، لو بتنزل بال 12 سنه لازم تكسب. فكل دي نقط لازم، وانا بتعاقد مع لعيبه ابقى فاهم، لازم اعمل معاه انترفيو. ده اللي بيحصل بره، يعني في ناس بتبقى انا عايز ابو العيله اقعد معاه، بتحصل في ادارات بره، الاقي وهو بيتكلم طموحك ايه، فكرك ايه، يروح مبوظين الديل يقول لك لا الراجل ده دماغه مش هتمشي، ماشيه مع شخصيه النادي. طبعا طبعا. فده اللي لازم يحصل، حتى لو الزمالك السنه الجايه هيجيب اربع خمس صفقات. ودي نقطه انا عايز اتكلم عليها، ان انت فتح القيد، تحيه كبيره طبعا لمجلس الاداره، ولكن فتح القيد ده المفروض يفوق لعيبه، فتح القيد للمره ال 100,000 طبعا، يعني نفتح القيد للمره ال 100,000. بص اقول لك حاجه، اجمل حاجه في الدنيا يقول لك الميراث، ورثت مصنع ورثت 100 مليون ورثت حاجه، لكن انت وارث ديون بنص مليار جنيه طبعا 2 مليار جنيه. فلازم الناس تبقى فاهمه، كابتن حسين لبيب عايز يبقى اقوى فرقه هاندبول في مصر، واقوى فرقه طايره في مصر، واقوى فرقه باسكت في مصر، واقوى فرقه كوره في مصر. ولكن يا جماعه لازم نحسب حسبه الديون دي، الديون. وللاسف للاسف ان انا مش عايز اقول اسماء، ولكن في ناس جوه الاتحاد الافريقي، جوه الاتحاد الافريقي شغالين، كان حلم حياتهم يخلوا الزمالك يدفع 500,000 دولار جوه لجنه المسابقات جوه الاتحاد الافريقي. مش هقول اسمه، لكن هو الجميل ان هو مصري للاسف. دي معلومه يعني؟ معلومه. هقول لك مفاجاه، المناوشات كلها اللي كانت جوه الاتحاد الافريقي، الراجل ده مصري جوه لجنه المسابقات للاتحاد الافريقي، كان دايس على لازم عقوبه على نادي الزمالك، وكان حاطط هو 500,000 دولار. واللي انا هقوله دلوقتي ده ان اللي نزل 500,000 دولار ل 200,000 دولار متسبي رئيس الاتحاد الافريقي. ليه؟ انتوا دلوقتي بتتكلموا عشان يعني اسر اللعيبه نزلت؟ عشان اسم نادي الزمالك مهم اكيد. تمام؟ انت مثلا لا، وبعدين برضو الحقيقه كان معايا المتحدث الرسمي استاذ احمد سالم، شكر برضو في ان خالد بوطيب يعني كان في مرونه طبعا في، بس ده في قصه ايه؟ ده في قصه خالد بوطيب، لكن انا بكلمك اصلا اللي عمله النادي الزمالك في الفاينل استحق 500,000 دولار. ليه؟ ده لو فجروا الاستاد. اه الموضوع فعلا غريب جدا. لكن انت مثلا تعالى والناس والاعلام ويجي، اصل انا احب الانياب، انا لما اجي اتكلم على الزمالك في حاجات انا بتغاظ من حاجات معينه وما عنديش مشكله. حق الزمالك ان انا اقول. الكابتن نادر قمر الدوري، الراجل حكم على راسي من فوق، وكل الاحترام ليه ولاسرته. مباراه عاديه نزل هو واسرته، نزل وتصور مع لعيب من النادي الاهلي. فين النظام ان في الملعب ان حد ينزل بالاسره؟ فين النظام اللي كل القنوات كانت بتتكلم عليه؟ طب فين النظام اللي هو بعد مباراه سبورتنج وحرس الحدود والخناق اللي حصل؟ هل في حد طلع من الرابطه او الاتحاد جاب سيره المباراه دي؟ مفيش اي حاجه. لا، ما دي مشاكل اللي انا يمكن هاخدك بقى اتكلم فيها على موضوع رايك في الدوري والموسم والسنه اللي جايه. لكن يمكن كمان حتى ذكرت نقطه مهمه بتاعت العقوبات اللي المفروضه على الزمالك على ماتش نهائي افريقيا، رغم ان المفروض كامل التنسيق ويعني تنظيم المباراه هو ليه علاقه بالاتحاد الافريقي طبعا، مش مسؤول عنه نادي الزمالك، المفروض نادي الزمالك مش علاقه بيه كطرف يعني. لكن المعلومه اللي انا بقولها لك دي انا واثق فيها، ان في جوه شخص كان عايز يعلي العقوبه بتاعت نادي الزمالك، واعتقد ان هي اتسمعت فكره ال 500,000 دولار، وتم التشكيك في الخبر ده، وبعدين بقت 200,000 دولار. وانا شايف ان 200,000 دولار اصلا ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ ان هو اسره اللعيبه نزلت او عدم الطمئنين؟ ده مش انا،
كنادي الزمالك في شركه منظمه بدليل ان الشركه المنظمه هي مبسوط في المكافاه بتاعت الكونفدراليه، تحس ان انا مبسوط فيها. يعني راحه يا اما ما بيننا غرامه يا اما مش عارف عقوبه، يعني في حاجه الحقيقه دايما انا حاسس ان في حاجه اول لما الزمالك يخش والله في تليفونات بتشتغل الحق دلوقتي في فلوس خش عقوبة. دلوقتي لا فتحيه كبيره لمجلس الاداره، وانا واثق ان لو مجلس الاداره ده بعد ربنا ان شاء الله لو وصل للنقطه صفر يا ابو العيله صفر بقى يبدا يبني. انا بصراحه بتتكلم تقريبا في 5 مليون دولار 5 مليون دولار دفعوا مثلا حوالي 300 مليون جنيه مثلا غرامات بس للاتحاد الدولي، غير صفقات بتشتريها، غير انك عايز تبني فرع الثاني، عايز تطور قطاع ناشئين، عايز تدي مرتبات كتيره، انت لسه عندك الحقيقه بعض الملفات لسه معلقه لك حاجة بصراحة في المحكمه الرياضيه وفي الفيفا. بصراحه انا فخور بالمجلس ده، لان في ميكس علم، في علم الكوره دلوقتي بقت خبرات رياضيه، كابتن حسين لبيب وكابتن هشام نصر وكابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد وناس كتيره جدا ونيره الاحمر وكل الناس خبرات رياضه، وفي نفس الوقت في رجال اعمال كبيره خاه كبيره، استاذ عمرو ادهم طبعا في الشؤون القانونيه مثلا واخد ملفات، استاذ هاني بيرزي، الاستاذ طبعا حتى هاني شكري. اقول لك حاجه حتى الشباب الصغير طبعا. انا حتى الاستاذ احمد سالم عجبني واجهه، عارف بيقول ايه؟ من بعد الموضوع بتاع نادي الزمالك الوحيد اللي بيتحدث، الوحيد اللي بيطلع بيتكلم، هي اخيبك هي امور طبيعيه، احنا بس عشان ما كناش شايفينها فحسيناها كانت بقى قفله، كنت دايما ادور على الطبيعي، فاحنا الحمد لله بنحاول ننتقل طبعا الى الطبيعي. وانا والله عارف مش يعني بحسب كل كلمه عشان ما نقعدش نعظم قوي، عشان ما تحسبش ان احنا يعني بنقول امجاد والحاجات دي كلها، انا هتكلم بالمنطق. احنا دايما انت ليه بتتكلم كده؟ انا شفت ارقام ومنطق وحاجات تخلينا نشيد باللي اتعمل، عشان انا مش من مدرسه ان يبان ان بالبلدي كده بيقولك بيطبل، فانا يعني دي طبعا أقول لك مش حاجة من مدرستنا. معلش يعني اقول لك حاجه واقولها تاني، انت صعب تبقى نادي الزمالك، صعب، مفيش حد بيتعرض للنادي الزمالك بيتعرض ليه ويعرف يطلع من اول ثلاث فرق في الدوري. انا بقولها لك واضحه وصريحه، او يكون موجود اصلا. انا دي اللي عايز اقولها لك، لكن انت بتتكلم باقل الامكانيات باقل الضغوط. لعيبه نادي الزمالك لعيبه رجاله، وانت فاهم كويس دلوقتي اللي عنده قسط مدرسه واللي عنده قسط بيت وعنده حاجه، ناس بتستحمل كتير جدا جدا عشان نادي الزمالك. فاللي انا بقوله لك ان تخيل المجلس ده وصل للنقطه صفر، لا انت هيبقى نادي الزمالك فيه شكل مبني وايدياز وافكار وكل حاجه، خلي بالك ايه، والمتعلم بيحب المتعلم. وده اللي ينقص نادي الزمالك، وده اللي هيحصل، ده اللي اخرنا، ده اللي اخرنا كتير ان شاء الله. انت لا انا واثق مليون في الميه باذن الله، خلاص احنا في التراك 60 او 70 وربنا هيوصلنا ان شاء الله. كنت عايز اكمل معاك بعض القرارات، كنت عايز تتكلم عن كوره مصطفى شلبي ومحمد عاطف دي. دي الكوره اللي انا كنت جايبها لك، اول كوره من اول لما جوميز نزل مصطفى شلبي انت شميت ريحه خطوره. لا في معلش قبليها الدقيقة 19 و20 هي دي اللي جت، بس دي كانت الشوط الأول عديناها خلاص، دي اللي هي الكور اللي بعد كده احنا جبنا الكور بتاعت عبد الله السعيد، لكن قبلها لو أنت بصيت الشوط الأول هل مفاجأة؟ خلق فرص صفر، ده الأرقام مش أنا يعني، الأرقام والإحصاءات بتقول إن خلق الفرص صفر، المحاولات صفر، التسديدات على المرمى كانت صفر، فكرة حتى الأهداف المتوقعة كانت صفر، دي عمرها ما حصلت. وعايز اقول لك حاجه، بنسبه 99.9 انا ما شفتش فرقه الزمالك بيلعب قدامها في مصر عرف ياخد الاستحواذ من نادي الزمالك في نهائي الكاس في ماتش الاهلي الدور الاول. فهو الراجل عنده جوده في حته ان ايه، اللعيبه اللي لعبوا معاه كتير حفظوا القصه، لو انت جبت بنش كويس هتعرف تشتغل بشكل كبير جدا. وانا وجهه نظري الشخصيه ان كل الظروف دي والمرحلة الجاية، كل طلب جوميز وقاله المؤتمر اللي فات ان انا عايز يبقى فيه جدية، هو الراجل عايز يدي اللعيبة اجازة. انا عارف انا نفسي والله ينظم الحتة دي بالذات اللي اتداس عليهم قوي يعني طبعا، بس هي مش عايزين ننسى احمد حمدي، لان برضو ده من اللعيبة اللي فرقت معانا في فكرة الاستحواذ وشخصية الزمالك تبقى ايه، لعيبة حريفة كتير يعني. هي دي اللعيبة اللي احنا كنا لما جبت الكواليتي، لما جبت الكواليتي انت شفت الكواليتي ده عمل ايه. نقطة اللعيبة عايزة الراحة، بس جوميز معذور، اديني امار الثلاث اربع ماتشات اكسبهم لي وانا اديك الاجازه اللي انت عايزها، عشان وضع نادي الزمالك في الجدول حتى لو انت قفلت 10 9 انت فاهم دي ليه، لان انت هتلعب ناشئين كتير،
لكن انت ما ينفعش اتعادل فاركو ولا قدر الله كان النهارده يحصل حاجه واجي اتعادل اللي بعد الجيش عمره ما يديك اجازه بعد بلدة المحل. غلط ان انت لازم تستفاد بالوقت ده ان انت تدي اجازه للعيبه بس لازم انت كمان تدي اماره تدي اماره ان انا بكسب وهو هيريحك. في فرصه كمان ان انا والله على ذكر كلامك عشان نشوف ممكن يعني الراجل يفكر ازاي في البلان دي ان انا عايز اعرض مواعيد مباريات الزمالك المتبقيه في الموسم الحالي. وفي 10 ماتشات ناقصين في الدوري صح كده في مباراه في الكاس مع بروكسي لو يعني قدامنا الماتشات اهي هتبدا من طلائع الجيش يعني 11 يوليو يوم الخميس الجاي الجوله 16 دي مؤجله بعديها الزمالك وبلديه المحله مؤجله برضو الدوله 17 هتكون يوم الاثنين 15 يوليو بعد اربع ايام على طول بعديها بثلاث ايام ماتش الكاس دور 32 الزمالك وبروكسي الخميس 18 يوليو بعديها بثلاث ايام الداخليه والزمالك يوم الاحد الجوله 31 بعديها بخمس ايام مؤجله من الزمالك وبيراميدز جوله 18 يوم 29 يوليو مؤجله الجوله 19 الزمالك والمقاولين بعديها بثلاث ايام ولا اربع ايام الزمالك والجونه 2 اغسطس 5 اغسطس الزمالك وانبي 8 اغسطس ثلاث ايام الزمالك وزد الاربع 14 اغسطس بعديها بست ايام الزمالك وطلائع الجيش تاني بعد كده اخر مباراه السبت 17 اغسطس بلديه المحله والزمالك الجوله ال 34 تتكلم في 11 مباراه في تقريبا يعني حوالي 40 يوم تقريبا في الرينج ده ف التوقيت المناسب طبعا او الراجل يمشي بانهي خطه وفقا للجدول ده عشان هو طبعا عايز يلعب لعيبه يعني صغيرين وعايز يجرب خلي بالك من ضمن برضو الراحه في وجهه نظري ان هو مش كل اللعيبه هيديها راحه طبعا بس اللعيبه اللي تعبت قوي يعني مثلا دونجا ده شقيان طول الموسم زيزو في لعيبه كتير جدا تعبانه حتى عبد الله السعيد على فكره اللي جاي برضو كان مضغوط من بيراميدز لكن في لعيبه مثلا كانت متعوره ده محتاج يرجع تاني يرجع عشان افوقه زي الزناري زي شيكابالا خد فتره اطول شويه ان شاء الله ربنا يلحق ما اعرفش الونش ممكن يلحق ولا لا يعني في لعيبه ممكن تعمل تبديل وتوفيق هي دي زي ما انت قلت انا دلوقتي مثلا سايب العيله وشيكا وعمر جابر الناس دي بتاخد مثلا سي ايه 10 ايام 10 ايام بياخدوه راحه واول لما الثلاثه دول يجوا ببتدي ادخل ثلاثه مكانهم ودول يرجعوا بشكل معين ده اللي لازم يحصل لكن ضربه واحده لا عايز خطه عايز خطه ابتدي انت مثلا زي مباراه النهارده الشوط الاول تخيل انت مثلا في ايه دونجا جنب محمد السيد جنب رؤى ما كنتش هتحس باللي حصل في نص الملعب طب هتحط مثلا اوباما انت النهارده بقى ممكن العب باوباما والعب بعمار وينج ليفت مثلا ان هو بيخش لجوه ومهاب الناحيه الثانيه بيخش لجوه فيفتح لعمر جابر وعاطف يعني في شويه تفاصيل ان انت ممكن بشويه تجانس بسيط تعمل اللي انت تعمله ممكن ابتدي ماتش بناصر تمام واخلي عبد الله الشوط الثاني ممكن ابتدي بعبد الله مباراه واخلي ناصر الشوط الثاني ولكن انا شايف ان الزمالك من المباريات دي لو عرف ان شاء الله يكسب له ثلاث اربع مباريات هو هيبتدي يشتغل شغله ده لازم ان اللعيبه تبقى فاهمه كويس ان اي طلبات براحه بدري هيبقى وضع خطر على الزمالك ممكن تبقى انت فرص منافسه على الدوله لكن في نفس الوقت مفيش حاجه اسمها كده لان انت ممكن تطلع ناشئ ترميه في التهلكه أحرق. فالجمهور يبتدي يقول لك ده لعيب ما عندوش فكره يبتدي يمشي يروح يتالق مكان عندنا فانت زي ما اقول لك النهارده مثلا ليه مجدي كان كويس جنبيه قائد اسمه المسلوسي وجنبيه عمر جبل اللي لازم احييه مليون في الميه على الموسم ده بتتكلم نص ملعب في وجود دونجا ممكن اروح رامي جنبه محمد السيد برضه رؤى من اللعيبه الكويسه طبعا طبعا وملتزم متهد. على الاقل بيديك اللي انت عايزه مش كل اللعيبه لازم تبقى توني كروس لكن عندك لعيبه بتاخد منها اللي انت عايزه في اي حته في العالم بتبقى كده لكن يبقى في ميكس اند ماتش اللي مثلا ايه بلعب بنداي ومصطفى شلبي ممكن العب بعمار الاثنين يعرفوا يدوا لان انا شايف ان عمار عمل النهارده مجهود كبير جدا بس ما كانش فيه خدمه وفرص تجي له هي كره عاطف اللي عدت كالجون الجون الكره دي عدت كالجون فاهم قصدي؟ فبس ده اللي هو مطلوب بس لعيب مبشر لعيب مبشر عمار انا شايف اقول لك حاجه بس من غير ما حد يضحك يعني انا بتكلم على الستايل الجري لما اتفرج على راشفورد ركز ايوه لعيب شباب تمام هو عشان الناس هتقول لك بيقارنوا عمار لا انا بتكلم على ستايل زي دي ديشامب وكابتن هادي خشب زي كابتن حسام حسن وجان بيير بابان كان اسمه بابان كانوا مسميين حسام بابان فده ده الشكل اللي احنا بنتكلم عليه لكن لا الزمالك عنده وانا بحب المدرب اللي بيحب يدي فرص للشباب فمره واحده القطاع اللي الناس بتقول لا مفيش لا هتلاقي بس انت بتبقى فاهم انت شوف احنا واحنا صغيرين لما كنا بنطلع كنا بيدونا
الدواء بالمعلقه، فانت بتطلع شويه وتنزل ويعلموك ازاي. انت فاكر في اوضه اللبس؟ اوضه اللبس كانت متقسمه ولايات، يعني احنا مثلا انا في اول مره اطلع ابو العيلة الدرجه الاولى مفيش حاجه اسمها اقعد جنب كابتن اسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف ساعتها كان في كورنر كده صغير كده، عارف بتوع البوبي، نقعد على جنب كده، والحته اللي قاعد فيها كابتن احمد رمزي وكابتن اسماعيل يوسف والعظمه كابتن احمد الكاس، احنا حلمنا اخش اقعد بالرغم ان هي نفس الاوضه الكورنر ده. لا، ولما نعدي دي نخش على الحته بتاع كابتن عبد الواحد وطارق السعيد وطارق السعيد، كانت سابقنا سن، فكانت الاوضه لك انت دلوقتي الناشئ ممكن يطلع مره قالت لي قاعد جنب شيك، انت فاهم؟ فدي اللي الناس لازم تفهم. احنا بالنسبه لنا كنا بنيجي نبص، كان الاوض قدام بعض في الممر، كنا نبص على اوضه الدرجه الاولى دي ان ده حلم، نفسنا نخش وناخد لبسهم ونلبس اللي هي البراندات الاجنبيه. كانت لا، كانت قصه كبيره. الملعب نفسه حلم زاموره نفسه، ان احنا طبعا ليه هيبه كان ده حلم من الحاجات والله اللي مضايقاني، فكره هد المدرجات دي، وان شاء الله هترجع لها حل سريع ان شاء الله. هترجع ان شاء الله، دي من هويه النادي وتربينا احنا عليها من واحنا صغيرين. طيب موضوع التبديلات، تحس الراجل نزل اربع تبديلات مره واحده، هل الراجل كان مجهز كده كده هينزلهم في الدقيقه 60، ولا لما لقى الموضوع 0-0 طمع عايز يعدل الاداء كان مكتفي ان اللعيبه دي خلاص شوفها 60 دقيقه؟ يعني شفت الاربع تغييرات مره واحده ازاي، رغم ان مع نزول اربع تغييرات مره واحده هو الدقيقه اللي دخل فيها جول؟ بص، ده باد لك، واحنا ما شاء الله احنا محظوظين، يعني الكوره الوحيده اللي جت للاسماعيلي الشوط الثاني جول، في عز ما انت خلاص العصابه نازله وخلاص، هو الراجل مخطط لشكل نهايه شوط ثاني بشكل مختلف، الهدف جه. لكن تحيه كبيره ان هم عرفوا يتماسكوا. واللي هقول لك حاجه، لازم تحيه لناصر ماهر. خلي بالك ناصر ماهر انا عمري ما شفته على الجون، حتى وهو في الاهلي وفي سموحه وفي يوتشر، على الجون بالشراسه دي. في كره اللي جت في دراعه، فكره انت تكمل وتتواجد على ال 18 ده ما كانش ناصر، فكره انت تخلق ضربه الجزاء الثانيه ده ما كانش ناصر. فناصر من اللعيبه اللي لازم تاخد المرحله الجايه دي لوحده بقصه ثانيه. انت دخلت نادي كبير تسبب في ان انت تروح منتخب مصر، فانت تارجت ان منتخب مصر انت كل ما هتتالق كل ما هتخش عقليه كابتن حسام حسن، وخاصه بعد المباراه بتاعت غينيا الناس كلها الخمس دقايق بان، فانت صح. عندك صراع مع نفسك. عبد الله ما شاء الله لو بتلعبه بادل هو ما بيحبش هو دي شخ. انا نتعلم من شيكا ونتعلم من زيزو ونتعلم من عبد الله، لازم الولاد الصغيره تشوف شيكا بيعمل ايه وزيزو بيعمل ايه وعبد الله بيعمل ايه وناصر، لان انت مش هتبقى لعيب كوره والجمهور مش هيرضى عنك غير بالعقليه دي، وده اللي مهم. لكن انا بالنسبه لي ان الراجل، انا قلتها لك 0-0 الشوط الاول، انا كنت بقول لواحد صاحبي مبروك، قال لي مبروك احنا مش، بيقول لي مش شايفين، قلت له هتكسب، لان انا شايف الشكل اللي كان هيحصل الشوط الثاني وكلنا شفنا. خلي بالك انت كان ممكن كره ناصر اللي في الاخر اللي وقفت في 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 في, في النجيله، لكن لا انت زمان كان ممكن يجيب 3 و4 تجوان من بعد الجونين. فالمباراه فتحت بقى فيها عمق هجومي للزمالك، كزيري برده لما نزل عمل عمق هجومي في الالتحامات، انك يكمل دايما ورا الكوره ناصر ماهر وعبد الله سعيد، فرق ومصطفى شلبي فرق فريق. وخلي بالك نضاي، نضاي اعوذ بالله مش قصدي، انا كنت في الجهاز بتاع ميدو محلل اداء في 2017 دجله، فانا حافظ ابراهيم نضاي. ابراهيم نضاي الوقت اللي الناس اتبسطت منه في ماتش السيراميكا لما الملعب فتح، هو وينج رايت في الملعب، هو فاتح نزله زي الجزيري، الجزيري مهاجم كبير جدا، لكن هو قوته وشراسته لما في مساحات، فاهم قصدي؟ عشان كده نادي الزمالك اول حاجه لازم يعملها لازم يجيب قطعيه شبه مصطفى محمد، قطعيه مختلفه اللي هو الفرود المحطه، يبقى عندي ده وعندي ده، وقت ما ممكن العب باثنين فراوده ماتش زي ده بلعب والدنيا متازمه وبتاع، نزل تارجت سترايكر ومعايا الجزير. ابراهيم نضاي بتاع مساحات، وعنده مركز تاني كان بيلعبه في دجله، ان هو لو بتلعب بثلاثه في نص الملعب بيلعب وينج الديفندر الشمال، اللي هو يحمي الباك رايت الباك ليفت وهو بيتقدم وبيحمي، دي بيعملها كويس جدا. خلي بالك هو مش باك ليفت، هو مش باك ليفت بصراحه كتر خيره، فاهم؟ لكن هو راجل ما بحبش اخش في القصه يعني دي، ولكن هو طول ما انت عارف التايمنج اللي هترميه فيه هيعجبك. لكن انا ما بجيبش لعيبه عشان تلت ساعه مثلا. وانا عايز اقول حاجه كمان عشان برضه اديله حقه، انا باحساس الملعب مش سهل على فكره ان اللعيب يلعب النهارده باك ليفت والنهارده وينج رايت وبعد كده هاف، يعني الموضوع صعب عليه طبعا، ان هو كل شويه ساعات يتوظف. وده ظلم، وده حاجه من الحاجات، جوميز لا يمكن يلعبوا باك ليفت تاني بعد ماتش سموحه وفيوتشر، اصل في ناس مش حتتهم مش وقفتهم مش عدلتهم، ما عندوش احساس بالمكان، دي بتحصل. عشان كده انا عاجبني عاطف على فكره،
يعني عاطف ده ممكن لو اشتغل وطور من نفسه يبقى الحته دي معاه اللي هو المركز الثاني، يعني دايما اي لعيب مميز لازم بيلعب في مركزين مش طبعا. مركز واحد. وخلي بالك عايز اقول لك حاجه، ودي حاجه من الحاجات اللي ثبتت لك ان جوميز ما عندوش مشكله يا ابو العيله مع لعيب، بدليل ايه؟ لو تفتكر اول مباراه بتاعت شحاته لما خرج لما حضنه هو فاهم هو بيديله ايه، مره دلوقتي بقى هو بالنسبه له الجوكر، جايب جوكر برافو عليك، عنده اثنين جواكر دلوقتي في الفرقه شحاته وعمر جابر. طبعا انت عاطف لو خدته في عز من الناس ايه جبناه من طنطا ولازم ينزل، لا لا وسنه صغير كده، انت بتتكلم ان داروين نونيز 100 مليون يورو كلوب قعده 6 شهور عشان يخش، حسام غالي لما في توتنهام كان بيفهم الريتم وبتاعه وبعدين يخش، انت بتتكلم من الدرجه الثانيه لمره واحده دوري، لا مش دوري بس للزمالك بجماهير بقصه كبيره، وهو عارف ان الباس الغلط لو اتعمل غلط ممكن يخلص عليه، فلا هو ما شاء الله. لكن انا حاجه من الحاجات اللي انا عايز احضرها لك لو في وقت، يعني ما اعرفش هو في وقت معانا 3 دقايق حلو قوي، بس بسرعه عشان عايزك اسالك في موضوع الدوري، هي دي بقى اللي انا محضرها. ما انا عايز اسالك على موضوع، انا عايز اقول لك حاجه، هجيب لك حاجه ممكن تبقى مفاجاه، بس دي نحضر بتاعه الفار في امريكا الجنوبيه، محاضره للفار. انا عندي صديق، الصديق ده تابع بيروح الفيفا تمام، وبيروح الناس لازم تبقى فاهمه ان احنا هنا مقر الاتحاد الافريقي في مصر فين؟ 6 اكتوبر مقر الاتحاد بتاع امريكا الجنوبيه كله في باراجواي في لوكي، لوكي دي العاصمه بتاعه باراجواي. هقول لك مفاجاه وجايبها لك، ودي حصريه هنا لقناه نادي الزمالك. تخيل ان الاتحاد بتاع امريكا الجنوبيه عنده مبنى مجاور ليه تمام، ده فيديو بس انا هحكي لك القصه والناس بتتفرج. عنده مبنى مجاور ليه فيه كل الفار مباراه كوبا امريكا، كوبا ليبرتادورس، تصفيات كاس العالم كلها تدار من باراجواي. يعني الفار مش في الاستاد؟ مفيش استاد، شاشه للحكم. يعني لو برازيل والارجنتين بيلعبوا بعض في الارجنتين في تصفيات كاس العالم، الفار في باراجواي. اتحاد امريكا الجنوبيه. اتحاد امريكا الجنوبيه. لاتن امريكا بالظبط. في باراجواي والفار بتاعهم مش ما بينتقلش في ال 6 غرف فار، مبنى مبني جنب الاتحاد بتاع امريكا الجنوبيه، مبنى معانا صوره، ده 6 غرف فار تدير 6 مباريات في نفس اللحظه. انت بتتكلم حتى لو بعد 1000 كيلو. يعني مثلا الارجنتين بتلعب البرازيل في كوبا امريكا، فين الحكام؟ مفيش عربيه فار. بس اقول لك في باراجواي لا، والاتحاد المحلي ما بيعينش حكام فار للمباراه، هو الاتحاد القاري هو بالذات المباريات اللي هي القاريه. انا خلاك بكلمك على كوبا امريكا، بكلمك على كوبا ليبرتادورس وتصفيات كاس العالم، ممكن يبقى كل واحد عنده فار في الدوله، لكن انا بفهمك القوه. يعني زي مثلا جنوب افريقيا بتلعب المغرب واحنا عندنا مقر الاتحاد الافريقي هنا، برافو عليك، فالفار بتاع المباراه دي يبقى موجود من مصر هنا، بتواصل مع الحكم. اكني بكلمك زي ما واحد مثلا فاهم، مفيش بقى عربيات فار جت ما جتش وصلت، لا طلع. طب دي تفرق في ايه؟ يعني الهدف منها ايه برضه؟ الهدف منها اول حاجه انت بتتكلم في فلوس اقل. يعني انت معلش، انت لو جيت بنيت في مبنى جوه اتحاد الكوره المصري او الاتحاد الافريقي اسف، او حتى الكوره المصريه لو عملتها، 3 أو 4 غرف فار يا ابو العيال تمام، 3 أو 4 غرف فار، وبتبتدي تتواصل مع الحكم تقول له الكوره دي كذا، اخره عنده شاشه محطوطه في الملعب، يروح هو ده اللي ده صور، دي حصريه من صديق اللي كان هناك تمام، بتروح الشاشه تتفرج عليه، لا عيد زي كره النهارده امين عمر مثلا، كابتن امين عمر ارجع. تخيل بقى واحد بيقولها له من المغرب. فتخيل ان الست غرف فار دول مبنيين في مبنى مجاور لبتاع امريكا الجنوبيه، دي معلومه قلت اجيبها عشان الناس، ودي غرف الفار. لا معلومه طبعا حلوه، ويعني والله لو توفر فلوس وفيها تطوير، لان احنا عندنا مشكله في تطوير التحكيم بشكل عام وتطوير شكل الجدول والمسابقات. طبعا للاسف وقتنا انتهى سريعا هشام، وشرفتني ونورتني والله هشام. حبيبي انا سعيد ان انا معاك وعلى قناتنا قناه نادي الزمالك، وان شاء الله ان شاء الله تكرر تاني تجدد يعني ان شاء الله يا رب. وقتنا انتهى سريعا جدا، كل الشكر للمحلل الرياضي هشام رشاد، ان شاء الله نشوف حضراتكم في لقاء تاني من خلال برنامجكم زملكاوي، تصبحوا على خير.